السلام عليكم البنات، معكم فاطمة تفينيس. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد، نصيب معكم الرز المفور بالخضرة والدجاج. بسم الله، ندوزو المقادير. عندي هنا البنات الدجاج، المهم عندي هنا واحد نص دجاجة، نتوما ديروا القياس اللي تحتاجوا، القياس اللي تبغيو. واحد نص كاس صغير ما بين الزيت البلدية والرومية والعطرية. البنات عندي هنا الخرقوم البلدي والبزار والسكنجبير والملحة، وعندي هنا مطيشة مقطعة بحال الدكاية، واحد البصيلة. بسم الله، نحطو الدجاج هنا يا البنات، نزيدو مطيشة والبصلة. نزيدو العطرية، والزيت البنات، وغنحرك شوية بحال الدكاية، ونديو هاد الشي يتشحى شوية، من بعد غادي نزيدو الخضرة. وعندي هنا البنات الروز، الروز بيض كلاصي داك البيض، غسلتو مزيان، وغنزيد عليه الماء. بسم الله، ونديه حتى هو يفوق البوطة، ونرجع ليكم. وهذه هي الخضرة اللي غنديرها البنات. عندي هنا القرعة والكرجيل، الفلفلة خضراء والفلفلة حمراء، وهنا عندي لي الشو وخيزو، وهاد المطيشة هادي غنخليها حتى لخر طيب ليا الخضرة مزيان، وعاد نحكها ونزيدها. ها هو الرز ديالنا البنات، راه طفيت ليه، المهم راه ما طايب، نص طياب وصافي، شتوه راه ما طايبش البنات. ومن بعد غادي نصفيه دابا في الكسكاس. وها هو الدجاج ديالنا راه تشحر، غادي نحيدو دابايا، وغادي ندير خيزو وليشو ونزيد الماء سخون، وعاد نرد هاد الدجاج ونرجع ليكم. هي الخضره اللي درت في الاولى البنات، طابت دابا شويه، المهم طابت نص طياب، وغادي نزيد عليها دابا هادي اللي بقات عندي هنايا، المهم هاد القرعه وهاد الشيء كامل اللي بقى، والكرجيت والفلفله. وعندي هنا ديك المطيشه اللي حكيت، وواحد القبيطه تاع القزبور والمعدنوس، هي انا تنخليها حتى الاخر، عاد نزيدها البنات. وها هو الرز البنات ملي صفيتو هكايا في الكسكاس، وغنردو دابا ملي ندير هاد الخضره الاخرى، وغنردو الطيفور ليا مزيان، ونتلاقى معاكم. وها هو الرز ديالنا البنات، خليتو طفو مزيان. بسم الله، غنزيد دابا الملحة. بسم الله، غنديرها هنايا، ندير لها شوية ديال الماء، صافي غندير لها بحال هكا البنات. وغنحركو مزيان، ومن بعد ندير الزيت البلدية ونرجع لكم. هاني حليتو مزيان البنات بالزيت البلدية كما قلت لكم، ودرت ليه التفويره الاولى اللي شتو معايا، وهاد التفويره هي الاخرى، المهم كنفورو جوج المرات، وغنديرو دابا في الكسكاس. وبقاو ديروا هاد الرز البنات، هاد الرز كلاصي بيض هو اللي كيجي زوين وساهل في الطياب، وغنديرو دابا في الكسكاس. وكما قلت لكم هذه هي التفويره الاخرى. وها هو الرز ديالنا البنات اللي تفور، المهم صافي دابا راه طايب، وغندير شويه ديال الزيت البلديه، وغنحلو مزيان. ها هي الخضره ديالنا البنات،
والدجاج، وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. وغادي نسطفو دابا الخضرة ديالنا فوق منه والدجاج. شو البنات راه تبارك الله كيجي زوين وطيب مزيان وما معجن ما والو شفتو. وغنحيدو هاد القبيطة تاع القزبور والمعدنوس، هادو اللي حطيت قبيلة. بسم الله نبدا نهزو في الخضرة ديالنا، نبداو نسطفوها بحال هكا المعدنوس. كما قلت لكم بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. انا ملي حطيت الخضره البنات غنزيد دابا نسقي بحال هكايا. بسم الله هاد الرز البنات راه زوين، جربوه ان شاء الله يصدق معكم. اللي مازال ما كتعرف ليه غنبدلو به السكسو شويه وكيجي زوين بزاف وبنين البنات. كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم وعلى التشجيع ديالكم ليا، الله يحفظكم كاملين فين ما كنتو. وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديرو جيم. وهذا هو الرز ديالنا البنات ديال اليوم، نتمنى إن شاء الله يعجبكم وديروه وتقولوا لي راه عجبكم في التعليق ديالكم الزوينين. وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.